السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في هذه النشرة الإنذارية العاجلة الخاصة بحالة الطقس في المغرب، ابتداء إن شاء الله من يوم غد والأيام القادمة الآخر تحديدات نماذج الطقس العالمية التي صدرت قبل قليل. فقبل المشاهدة إخواني الأعزاء والتفاصيل، ندعوكم اشتراكي في القناة إذا كنت تشاهدون لأول مرة، وعمل لايك لهذا الفيديو. شكرا لكم جزيل الشكر. يوم غد رياح قوية على الجنوب الشرقي وكذلك الغرب بإذن الله، مع احتمال تساقطات مطرية، اضطرابات جوية غزيرة وقوية إن شاء الله، فسوف تشمل كذلك الداخلة، سوف تشمل عدة مناطق من المملكة، واضطرابات جوية عاصفية قوية محليا ابتداء إن شاء الله الفترة الصباحية على الحسيمة، وقد تصل حتى الناظور، تطوان، طنجة، أصيل، العرائش، للميمون، سيدي على التازي، والدار البيضاء الجديدة، وكذلك ولاد فرس، سيدي بنور، اليوسفية، خمسة ود الحاج، وأيمن، تانود، عيد داود، أكادير، بولفاع، تيزنيت، سيدي إفني، وقلميم، مطنطان. بعد زوال اضطرابات جوية ستصبح عاصفية ورعدية إن شاء الله، مع هبوب رياح نسبية قوية. المناطق المعنية ليوم غد إن شاء الله فهي طنجة، تطوان، شفشاون، الحسيمة، إساق، نتاونات، للميمون، سيدي على التازي بإذن الله، وكذلك الخميسات والماس، إفرانس، كرمداز، وتهلا، وتازا، وكذلك أمطار حاضرة على وضزم، بني ملال، الظلال، أكادير، بوشيبة، أوكامدان، أمزميز، إمتشانوت. اضطرابات جوية عاصفية ورعدية قوية محليا سوف تستمر ليوم غد إن شاء الله، كذلك فترة بعد الزوال خصوصا على مرتفعات الريف والأطلس بإذن الله والجهة الشرقية والمرتفعات. خلال كذلك يوم الجمعة اضطرابات جوية متواصلة على الجهة الشرقية بإذن الله، وكذلك الشمال على العرائش بالبرد واللوكوس، سوف تعرف بعض التزخات المطرية الضعيفة محليا. خلال كذلك إن شاء الله يوم السبت أجواء عموما ستظل مستقرة إلى قلة سحب في معظم مناطق المملكة وسيطرة الضغط الجوي المرتفع مع احتمال بعض العواصف الرعدية الخفيفة والضعيفة إن شاء الله خلال الأيام القادمة. خلال كذلك توقعات البعيدة المدى إن شاء الله فيتكون بعد بعض العواصف الرعدية فوق المرتفعات، تبقى أمطار ضعيفة ومتفرقة.